بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم بتحصيل مجلس 2023، وإن شاء الله يقر المجلس هذه التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بمداولتين، تكون الكويت قد طوت بإذن الله عصر من عصور تعدي السلطة في الكويت على الإرادة الشعبية. وتاريخنا السياسي يقول بأن ما قبل الغزو كانت السلطة في الكويت تستخدم تعليق الدستور للتعدي على إرادة الأمة، وتغير هذا السلوك بعد الغزو وأصبحت السلطة تستخدم القضاء الكويتي كبوابة ومعبر للتعدي على إرادة الأمة. وبقدر ما هذا القانون مهم في انتصاره للإرادة الشعبية، بقدر ما هو انتصار شعبي ونيابي للسلطة القضائية، لأننا نكون بعد إقرار هذا القانون قد حمينا السلطة القضائية في الكويت أن تكون طرفاً في الصراع السياسي الكويتي. وهذا القانون، يشارك إخواني الأعضاء، وجب في المستقبل القريب أن يتطور قانون المحكمة الدستورية، وأن لا نكتفي بهذا التعديل، إلى قانون المجلس الدستوري. وهذا المجلس الدستوري متبع في كثير من الدول الديمقراطية العريقة، بحيث لا تنفرد السلطة القضائية في تفسير أحكام الدستور وإصدار الأحكام المعنية في هذا الأمر. المجلس الدستوري يجمع كل السلطات في الدولة شريكاً أساسياً في تفسير مواد الدستور وإصدار الأحكام القضائية. نعم، رئاسته بيد المجلس الأعلى للقضاء، ولكن أيضاً مجلس الأمة عبر ممثلين يكونون أعضاء في المجلس الدستوري، والسلطة التنفيذية أيضاً تكون عضواً في المجلس الدستوري، حتى يكون الجميع شريك في إصدار الأحكام الدستورية.